يمكن أن الإنسان يخلد في التاريخ وفي أذهان الأجيال من بعده، يكون خالد في أذهان الأجيال من بعده خلود يستعان بالله تعالى منه، أو يخلد خلودا يرجى أن يبلغ ويوصل شأوه حتى في المتأخرين. يعني أنا أذكر على سبيل المثال مدرس عندنا أذكره يعني مستهجنا تذكيرة كأستاذ مربي، لكن باقي في ذهنه وفي ذهن الطلاب الذين عشنا مع بعض ودرسنا هو، لكن بقي وسيبقى هذا الرجل لازلت أذكره في مقاعد التدريس لما كان واحد من الطلاب، مع أن الرجل سافر إلى بلده منذ زمن بعيد لكن الرجل لا يزال في الذاكرة. واحد من الطلاب في أثناء الشرح خلع سن من أسنانه، ثم استأذن الأستاذ قال نعم، قال لو سمحت يا أستاذ أبغى أدفن هذا السن. قال طيب أوصيك يا ولد لما تدفن السن قل وردد معي إيش؟ يقول له يا شمس يا شموس خوني سنة الجموس وهاتي سنة العروسة. قل سنة الجموس وهاتي سنة العروسة، فقيت وجلس يرددها حتى حفظها من في الصف كلهم، وأظن أن بعضهم حسب ورد من أوراد النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلع سنة، مع أن هذا ما أنزل الله به من سلطان. كان الأولى بالمعلم المربي أن يكون أسمى من أن ينزل ويدنس عقلية ذات الطالب بأمثال هذه الترهات والسفاهات. لكن بقي هذا في الذاكرة. بجانب ذلك أيضا كذلك بقي في الذاكرة ذكرى أستاذ آخر، لكن ذكرى طيبة. أستاذ كان يشرح لنا المادة في أقل من وقت الحصة، ونستوعب جميعا الدرس، ويبقى وقت طويل بعد الاستيعاب يستغله الأستاذ الشيخ في التوجيهات والنصائح، ويقص القصص بكثير لأنه يعلم نحن في تلك السن نحب إن أحد يقصنا القصص، فكنا نستمعها لكثير، نستمع للقصص كثير، فكان قص علينا الأنبياء وقصصهم، فكنا مضطرين حتى لو يكون مهما كان الدرس معقد لما يجي الأستاذ يشرح نستوعب بسرعة عشان يخلص على طول كذا ويدخل لنا في القصص ويأتينا بنصائحه ومواعظه. فكنا إذا كان شيء عندنا حصة فارغة نطالب وفي إلحاح إن يكون المدرس فلان هذا هو الذي يأتي إلينا إن كان فارغا، حبا في أسلوبه وبقي في الألهام.